bar. Vamos a pasar la piel, mami, vamos a gozar. ليش ما طرد وركله جزاء للساحل اوليفيرا يوقف ويضعها في المرمى يقول له وقف وليش ما كمل صالح مهدي محتاج على اللعبه حكم المباراه تقول خلاص اللعبه وانتهت وهذه تبغى دائما للمقيم التحكيمي اللي يغدره عبد العزيز السلمي وتقديره صالح مهدي مو راضي على انه لما وقف ورد وشاط البرازيلي في الدقيقة خمسة ركلة جزاء واضحة امامك شوف وقف ورد لعبها على الزاوية ويقول له تحرك لا خلاص انتهت يسجل وهذه المرة القائم الأيسر يتصفد المهمة البرازيلي أوليفيرا يسجل صار مستحق يبنى عبدالله الساحل عادل النتيجة عبر نقطة الجزاء عن طريق البرازيلي أوليفيرا. And I can always have just what I want. She's the baddest, I would love to flaunt. Take her shot, but you know Yves Saint Laurent. But nope, she ain't with it though. All because she got her own dough. Boss, boss, if you don't know, she could never ever be a pro. She's the baddest, straight up vicious, texting her and asking her if she's alone and send some pictures. She said no, but goddamn, she said come over and see it for yourself. Never asking for your help, independent woman, she ain't for the shelf. No, she's the one, smoke with her until the... Stand up until we see the sun, the baddest ever, swear she do it better than ever see it done. بدل الضائع أوليفيرا يهدد مرمى تماما بفرصة خطيرة ومن ركلة ركنية أوليفيرا نفسه يغلص الفار للساحل برأسية جميلة ليطلب
the time, no more time for the old ways. Work so hard, reminiscing about the old days. Set the time, no more time for the old ways. ماذا يقول صالح مهدي؟ أوليفيرا أوليفيرا جول! أوليفيرا يسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء ويعود الساحل للتقدم بفارق هدفين في كأس سيدي أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. في المرحلة الأولى صالح مهدي 3 أهداف في مرمى حتى اللحظة. انذار، يبدو متأخر الانذار على حسين الغريب من حكم المباراة الاحتجاج الأكثر. وهنا الكرة في المرمى قوية، ما رحمها ما رحمها أوليفيرا، قوية في المرمى. الهدف الثالث الهدف الثالث.